تعالوا دلوقتي نتكلم على خمسة أمراض أوتو أميون ديزيز. طبعا زمان كنا بنتكلم على الأوتو أميون ديزيز عبارة عن إيه؟ مرض مناعي. المرض المناعي ده كنا مثلا بنقول زمان المرض المناعي ده عبارة عن إيه؟ يا ذئبة حمراء، يا روماتويد، يا جوجرين ديزيز، يا بهجة ديزيز أو بهست، يا إما مثلا عنده سكليرو ديرما. سكليرو ديرما تلاقي مناخيره نشفت وصوابع نشفت، سكليرو ديرما ده تحول الحاجات الطريه الى نشف. سكليرو ديرما صوابعه ناشفه ومناخيره ناشفه وكل حته فيه بتنشف. خلاص؟ لا، ده دلوقتي بيقول لك لا يا بيه، ده السكر الخاصه التايب 1 ده اوتو اميون ديزيز. يعني في عندك اجسام مضاده ضربت الخلايا الايلتس اوف لانجر هانز، وفي انتي بودي اجينست انسولين. خلاص؟ يبقى اذا مرض الانسولين ده البنكرياتيك ايلتس دي بتدي ها انسولين. ساعات تتضرب الخلايا دي، لما بتتضرب اوتو انتي بوديز ولا فايرال انفكشن فعمل شيرنج انتي بوديز. يعني ايه شيرنج؟ زي يقول لك ايه عضله القلب، لو واحد جاله حمى روماتيزميه فبيعمل انتي بودي اجسام مضاده ضد الميكروب، الاجسام المضاده دي في شيرنج افكت في القلب، تضرب القلب، هي يعني كانه بيضرب البكتيريا فبيضرب نفسه. نفس الكلام بالنسبه لمين؟ للانسولين. طبعا زمان كانت في عقيده ان الانسولين ما دام واحد بياخد انسولين بياخد انسولين طول عمره. طبعا انا بيجي لي ناس بعد 30 سنه انسولين بطلة انسولين، لان يعني الحدوته اتغيرت. فالحدوته اتغيرت يعني يا دكتور؟ يعني ليس البنكرياس وحده هو الذي ينظم السكر، ما الامتصاص من القولون نفسه بينظم السكر. يعني انا بمتص سكر اصلا على قد اللي انا عايزه. طب ما الكبد له دور في تنظيم السكر، جلايكوليسيس وجلايكولوجينيسيس والكلام ده. طب ما الرئتين لها دور في السكر. خلاص؟ طب ما الكليتين لها دور في تنظيم السكر. زين بقى عندي مالتي اورجن، والنظريات القديمه بدات تتغير بدليل ان في ناس كتير كانت بتاخد انسولين بقى لها سنين بطلت. واضح؟ ولذلك اي حد اي طفل بياخد انسولين بيجي لنا العياده بنديله جدول يمشي عليه، ما فيش حاجه اسمها طويل مفعول وقصير المفعول وياخد قبل الاكل وبعد الاكل وبعد الظهر وبعد العصر. طب ما بعد شويه مش هتلاقي حته ياخد فيها انسولين. خلاص المواضيع دي خلصت وبدات. انه مرضى النوع الاول عندهم يقين وعقيده انه مستحيل يكون في علاج للنوع الاول، بنتكلم حضرتك كده فاكرين ان انت بتقصد النوع الثاني. لا لا لا، النوع الاول السكر اللي بيجي للاطفال اللي هو بيقول لك ان في انتي بودي ضربت، بنعمل السي بيبتايد والانسولين ديترمينيشن وبنعمل حاجات تانية زي الفاستنج والبوست برانديال وبنعمل الاكيوميليتد. حتى الاكيوميليتد بقى فيه قولان، يعني فيه كلام كتير ظهر. بس اللي انا عايز اقول لك عليه ان احنا جربنا مع ناس حاجات بتدي برو انسولين طبيعي، اديت 13 ماده، اديت منها البصل، بصلايه صغيره مع الاكل بتدي برو انسولين، معلقه حلبة طريه قبل الاكل بتدي برو انسولين، معلقه الكزبره اقوى من اثنين. انا جربت مع الاطفال بياخدوا انسولين لو هو كل او هي كلت، والسكر 400 يمضغ معلقه كزبره السكر ينزل 300، يمضغ يوم كمان معلقه السكر نزل 200، لو خرج يلعب ساعه ورجع السكر بقى 100. صح؟ هو حضرتك بترجع البنكرياس سليم، مش قصد حضرتك المواد دي زي الحلبه والحاجات اللي فيها. ما هي القضيه، ما انا قلت لك القضيه زمان كانت قضيه بنكرياس وانسولين، دلوقتي بقت عندنا حواديت في بري برو انسولين، وبعد كده يتحول بماده ثانيه الى برو انسولين، وبعدين يتحول بماده ثالثه الى انسولين، وبعدين الانسولين ده عشان يمتص في الخلايا في حاجه اسمها ريسبتورز المستقبلات. المستقبلات دي ساعات يبقى الانسولين موجود وما عندناش مستقبلات، فانت عايز حاجه تحسن الاداء في الخلايا، عشان كده بندي الحاجات اللي فيها فوسفور وكبريت زي الفجل زي الجرجير زي البصل زي كل المواد الفوسفوريه اللي فيها فوسفور وكبريت عشان تشغل السي بيبتايد. فاذا انا عندي مش بس السورس بتاع الانسولين، ده انا عندي سورس الانسولين وسورس السنسيتيف والريسبتورز والسورس الاصلي بتاع الامعاء. انت ضيعت الامعاء ليه؟ يعني انا بدل ما اقول للناس كلوا حلويات وشوكولاتات وسكريات ومصاصات ويطلع سكر كتير جدا، طب ما بدل ده كله ما تديني انت سعرات حراريه محدده من الاكل. يعني اديني انت الاول ال 50 جرام او 100 جرام نشويات وال 50 جرام او 100 جرام بروتين، ها، والخضره او السلطه الخضراء من 300 ل 400 جرام، وابعدني عن الحلويات والسكريات، ابعدني عن كل الحلويات والسكريات وخاصه السكروز والحاجات دي. فاذا التجارب اللي تمت لقينا قبائل كثيره جدا في افريقيا لا تصاب بالسكر ابدا لان تاكل حبوب الكامله.
ما بياكلوش شوكولاتات ومصاصات وحلويات وشيبسيهات وكولات، ما بيجيلهمش نوع اول خالص ولا نوع اول ولا نوع تاني، مفيش سكر خالص في القبائل الافريقيه، لدرجه ان هم قالوا ان في انواع من البكتيريا موجوده عندهم بتنظم السكر قبل ان يمتص من الامعاء، وان هذه البكتيريا تفسدها المواد الحافظه الموجوده في اوروبا والموجوده عند العرب وغيره. ده دراسات طلعت، وانت بتقرا الابحاث الجديده تتجنن، كل النظريات القديمه بتاعه السكر بتقع. فعشان كده انا بقول لك، هل اكتر لك السكر في 400 500 ولا انظم لك الوجبه؟ ما انا هدي لك الاكل ما فيهوش سعرات حراريه عاليه من الاصل. يعني هل ممكن الست اللي عندها سكر هي اللي بتجيب الطفل اللي لسه مولود سكر نوع اول؟ بالظبط، وممكن يكون السكر استعداد وراثي، وممكن يكون زي ما بقول لك اوتو اميون انتي بادي، ممكن يكون اجسام مضاده نتيجه فايرال انفكشن. عندي عيل عنده 10 سنين او بنت عندها 10 سنين، لا ابوها عنده سكر ولا امها عندها سكر، لكن البنت بترمرم فبقى عندها انفكشن عدوى، فايرال انفكشن ضربت البنكرياس، زي ما في فيروسات بتضرب الكبد، وفي فيروسات بتضرب خلايا الدم زي بتاعه الايدز اللي هي بتضرب كرات الدم، وفي خلايا بتاكل في الجهاز العصبي زي ما هنشوف بتاعه الزهايمر وبتاعه الام اس، في فيروسات بتاكل اجزاء معينه من الجسم. فاذا انا زي ما عندي فيروسات بتضرب في الكبد اسمها الهيباتايتس فيروس، عندي فيروسات بتضرب البنكرياس زي ما هنشوف اورام البنكرياس بعد كده. فاذا مهم جدا احنا عارفين، هل يا ترى ادي للعيال وشغل المجانين بتاع زمان، احنا ناخد الصبحيه مش عارف كام وحده انسولين، بعد الاكل كام وحده، الظهريه كام وحده، بس ده بطلوه. ونزلت منظمه الصحه العالميه بتقول لك تقيس للاطفال وللكبار السكر الصايم، خلي بالك معايا والله، اذا لقيته اكتر من 200 بتدي وحدتين انسولين طويل المفعول ومكستار، اذا لقيته اكتر من 300 تاخد الغنيه بالانسولين. الانسولين بامب عند الناس الانكنترولد، يعني عندك عيال مش عارف تظبطها خالص، تاكل شوكولاتات ومصاصات وحلويات طول ما ماشي عماله تاكل، لازم تدي له انسولين بامب. ليه؟ لان ده انا مش عارف اعمله كنترول، اعمل كنترول ازاي؟ انت العيال بتربيها عندك على الادب وعلى الطعام الصحي، وعلى اول ما يفلتوا منك في الشارع بياكلوا كل الاكل الغلط. انت تربي الاولاد على الاكل الصح، هو اول ما تجيله فرصه يجيب بيتزا ويجيب سندوتشات شاورما ويجيب سندوتشات مش عارف ايه واندومي وكل الاكل الغلط وشيبسي وكولا، وللاسف الشديد ده موجود في المدارس رغم ان القانون والقرار بيقول لا غلط. انت تبني من هنا والشوارع تهدم من هنا، انت تقول للناس الاخلاق والاكل الصحي، واللي بره اكل مش صحي خالص، وكل اللي معاك مش مقتنع. اذا كان اللي معاك مش مقتنع ان ده اكل صحي ولا مش صحي، هتقنع الناس ازاي؟ الناس ما بتضطرش للاكل لما بيجي كانسر بقى، لما بيجي سرطان بيجي عندي اقول له تاكل كذا وكذا عشان تخف، يقول حاضر. بس يبقى السكر النوع الاول اللي هو بيجي في صغار السن، وبيقول ان هو اتضربت فيه خلايا البنكرياس، ده الكلام القديم، لكن طبعا بعد شويه ممكن الفيرال انفكشن تخف. بس القضيه الكبيره ان حضرتك لما بتعتمد على الانسولين الخارجي باستمرار انت بتموت الخلايا بتاعتك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا عندي شورتج شويه، عندي نقص في الافراز، زي ما يكون الغده الدرقيه هنشوفها دلوقتي في جريفز، عندي الغده الدرقيه من رحمه ربنا ما تضربش كلها، لما بتورم وبنشيل الغده بنسيب لك حته خلاص، ومن رحمه ربنا انها لو خليه واحده بقت بترجع الغده كامله، زي الكبد لو سبت لك كام خلايا من الكبد هتعمل لك الكبد كله الاثنين كيلو. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه لو خلايا بنكرياس موجوده وانت عمال تدي انسولين انسولين انسولين، انت موتت قدرتها على انتاج الانسولين. عرفت؟